إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإننا نريد أن نتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة برمضان استباقا لأن يحين وقت يحتاج فيه الإنسان إلى سؤال يتلبس بأمر لا يجده، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أول يوم أقيم فيه المنبر علم الناس عليه الصلاة، أي علمهم الصلاة على المنبر. عباد الله، وأهم ما نحتاج إليه ما يكثر دوران السؤال عليه في رمضان، ولا سيما المسائل التي يسأل الناس عنها أنها تفطر أو لا تفطر. وسأبدأ بالكلام عما لا يفطر مما يسأل الناس عنه. ما هي الأشياء التي يكثر السؤال عنها ولا تفطر الصائم، لا تؤثر في صيام الصائم؟ إخواني، ونحن الآن نمر بموجة من الحر، كثير من الصائمين سيحتاج إلى أن يغسل رأسه أو يغتسل أو يفعل شيئا من ذلك من باب التبرد. هذا لا يضر الصائم حتى لو انغمس كله في الماء، ما لم يدخل حلقه شيء من الماء لا يفطره ولا يؤثر عليه. كذلك عباد الله، الكحل في العين، وكذلك القطرة سواء كانت في العين أو الأذن أو كانت في الأنف، بشرط أن لا تدخل إلى الحلق، لأن الأنف منفذ رئيسي إلى الحلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن ذلك مما لا يفطر القبلة للصائم والمباشرة ما لم يخف على نفسه، فإذا خاف على نفسه فإنه يكره، يكره ذلك في حق الصائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، فسأله رجل كبير شيخ عن القبلة فأجازها له، ثم سأله شاب عنها فنهاه عنها، فسئل كيف أجاز لهذا ونهى الآخر، فقال: إن الشيخ يملك نفسه. إذا كان الإنسان ممن يملك نفسه فإنه لا يكره في حقه ذلك. ومما لا يفطر الصائم الحقن بجميع أنواعها، سواء كانت وريدية أم عضلية أم شرجية أم فرجية، أم كانت من إبر الأنسولين وغير ذلك من الأمور التي توضع في الجلد، إلا اللهم أن تكون من المحاليل المغذية، فإن ذلك بمعنى الطعام، ويستطيع أن يعيش عليه الإنسان مدة طويلة، فأكثر العلماء على أن هذا يفطر، ولذلك ينبغي على المسلم أن يبتعد عنه. ويلتحق فيما لا يفطر أيضا ما
يستعمل من أجل الاختبار وأخذ العينات والمناظير وما إلى ذلك طالما أنه ليس إلى المعدة. كل ذلك لا يفطر الصائم. ومما يسأل الناس عنه ولا يفطر الصائم التبرع بالدم، التبرع بالدم والحجامة والفصد، كل ذلك لا يفطر الصائم. وإن كان في أول الأمر كان يفطر الصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أفطر الحاجم والمحجوم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد احتجم وهو صائم. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: رخص بالحجامة للصائم. لذلك قال ابن حزم رحمه الله: نسخ إفطار الصائم بالحجامة، لأن قول أبي سعيد رخص بالحجامة للصائم دليل على ذلك، فإن الرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة. ومما لا يفطر الصائم المضمضة والاستنشاق ما لم يبالغ في ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وليحذر الصائم الغرغرة. مما لا يفطر الصائم البخاخ الذي يستعمله مرضى الربو، لأنه عبارة عن غاز مضغوط وهو يدخل إلى الرئة مباشرة من غير دخول إلى الحلق. ومن ذلك الحبة التي يستعملها مرضى القلب، فإنه يضع حبة تحت لسانه. وهنا لا بد من التحذير أنه ينبغي على مرضى القلب أن لا يبتلعوا الريق المكون بعد دخول الحبة إلى ما تحت اللسان. وهذا لأمرين: أما الأمر الأول فلأنه إن احتوى هذا الريق على شيء من هذه الحبة فإنه يؤثر على الصيام. والأمر الثاني أن الأطباء أيضا ينصحون بذلك، لأن المقصود من هذه الحبة أن الأوردة الدموية الكثيرة جدا تحت اللسان هي التي تمتص هذا، ولا ينبغي أن يبتلع منها شيئا لأنه لا يمتص عن طريق الجهاز الهضمي. فالحبة تحت اللسان أيضا لا تفطر الصائم. من ذلك ما لا يمكن التحرز منه مثل النخامة، فهذا الشيء يحدث للإنسان وهو في مكان لا يستطيع إخراجه، مثل أن يكون في الصفوف الأولى من المسجد وليس عنده ما يضع فيه، وإن كانت النفس تعافه فإنه إن وقع من ذلك ابتلاعه فإنه لا يفطر الصائم. وكذلك الدم يكون بلثة الإنسان، الدم بين الأسنان يخرج من غير قصد، فإنه ما وقع من ذلك فابتلعه الإنسان لا يفطر الصائم. أو كانت في الريح الشديدة فحملت الريح الشديدة شيئا من الغبار أو غير ذلك، أو كان نائما فوقع في فمه شيء فإن ذلك إن استفاق فابتلع من غير قصد فإن ذلك لا يفطر الصائم. ومما لا يفطر الصائم تذوق الطعام. وإذا كان لحاجة فقد أجمع الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد أن تذوق الطعام لا يفطر الصائم، وهذا خلافا لمن يفتي، ولا أدري على أي مذهب يفتي أن ذلك يفطر الصائم، وأنه حتى لو استنشق رائحة الطعام فإنه يفطره. فهذا على مذهبه هو اخترع مذهبا لنفسه، مذهبا متشددا متعنتا على الناس. التذوق للطعام واشتمام رائحة الطعام لا يفطر الصائم، بل لو تذوق من الأمور الحادة مثل الخل فلا يفطره، لما ثبت عن ابن عباس بالإسناد الصحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: لا بأس بتذوق الخل والشيء يريد شرابه أو يريد شراءه، لا بأس بأن